زالت أصداء الصفقة التي أبرمت بين شركة دولفينوس المصرية وشركات نوبل وذلك الشركاء الرئيسيين في حقول تمار وليفياثيان الإسرائيليتان. صوتها عالي جدا داخل وخارج مصر. داخل مصر في عدد كبير من او عدد من طلبات الاحاطه، والبرلمان منزعج من هذه الصفقه، وفي طلبات احاطه وفي اسئله ستوجه لوزير البترول لمجموعه اسئله حول جدوى هذه الصفقه رغم انها صفقه بيعقدها القطاع الخاص. لكن انا هركز على، واحنا سمعنا طبعا البرلمان بالامس من النائب محمد بدراوي، لكن انا هكلمكم عن ردود الافعال في الخارج. الصحافه الاجنبيه وبالذات المتخصصة في الطاقة أفردت مقالات طويلة جدا عن هذه الصفقة اللي هي الأولى من نوعها ما بين مصر وإسرائيل، أو بين القطاع الخاص المصري وبين القطاع الخاص الإسرائيلي والأجنبي، لأنه مش إسرائيلي فقط ولكن القطاع الخاص الإسرائيلي، واللي بتعبر عن تغير جديد في شكل صراع الغاز في المنطقة والمنافسة على مراكز التكرير وإعادة التصدير. ولما كنا بنقول انه مصر عايزة تتحول الى هب والى مركز، ناس كتيرة اتريقت، لكن هو ده بالظبط اللي بتذكره الصحافة الاجنبية النهاردة في كثير من التحليلات في بلومبرج ورويترز وكل المحط، يعني الدوريات المهتمة بالطاقة، لانه الخناقة في منطقة البحر المتوسط هي خناقة مين اللي هيكرر، مين اللي هيصدر، مين اللي من خلاله الغاز، لأنه احنا دلوقتي بقت خناقة غاز، مين اللي من خلاله الغاز هيخرج لأوروبا وإلى المنطقة. هشرح لكم هذه الصراع في المنطقة والخريطة، لكن أيضا بالتوازي مع إعلان هذه الصفقة بدأت أنباء تتواتر بالفعل أنه مجموعة من أهم التحكيمات الاستثمارية والتجارية اللي بتواجه مصر سيصدر بشأنها أنباء، نتمنى أن تكون أنباء سعيدة، خلال الأيام القليلة الماضية. بعض المصادر أكدت لنا خلال 72 ساعة.